اقول كل سنه وهو طيب. ممكن معانا طبعا. النجم، النجم طبعا، نجم النادي الاهلي ومن افضل الهدافين في مصر، كابتن عماد متعب. برحب بيك يا كابتن. مساء الخير، الاخبار زي حضرتك استاذ احمد؟ الاخبار عامل ايه؟ مساء الخير يا كابتن عماد. الحمد لله كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. طيب ربنا يخليك. وسنه سعيده تحقق فيها كل احلامك اللي جايه ان شاء الله. ربنا يخليك. بتحلم بايه السنه دي يا كابتن عماد؟ لا في البدايه بس بشكركم على الـ على الـ يعني على الكلام الـ او الـ الفيديو اللي اتعمل علشاني، فالف شكر ليكوا بجد. حاجه كبيره بالنسبه انت موجوده كمان في قناه النادي الاهلي دي. انت 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 من اكثر ولاد النادي الاهلي اخلاصا، ومن اكثر اولاد النادي الاهلي عطاء، واعتقد انه في الكلام اللي انا بقوله ده بيتفق عليه كل جماهير الاهلاويه بشكل كبير جدا، وتستحق اكثر من كده بكتير. شكرا ليك، الف شكر. ويعني النادي الاهلي ادانا كل حاجه، ف اقل حاجه نقدر نعملها له ان احنا نكون بنخلص بقى. دي حاجه بسيطه لحضرتك يا كابتن، ويمكن كنت بقوله ودايما بقول ده، وقول لي انت رايك. انا بشوف دايما وانا بتفرج على حضرتك وانت بتتكلم اني بحس انك عايز تلبس تيشرت النادي الاهلي تاني وتنزل تلعب الماتشات دي يا كابتن عماد. يعني انت ممكن تكوني قلتي اهم نقطه بالنسبه لي، واكتر حاجه انا بحسها في الفتره الاخيره فعلا، واحساس ان الواحد بيفرح جمهور النادي الاهلي وبيعمل حاجه للنادي الاهلي، ده احساس كبير جدا وشرف كبير جدا. ففكره ان انا قاعد بتفرج ومش في ايدي حاجه اعملها، الموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لي. لكن في رجاله دلوقتي موجوده في الفرقه، وفي لعيبه محترمه، وفي ناس على قد المسؤوليه وبيكملوا المشوار وبيكملوا الانجازات للنادي الاهلي، وبحييهم على الفوز بدوري ابطال افريقيا والفوز بالدوري والفوز بالكاس والفوز بالبرونزيه في كاس العالم للانديه. وان شاء الله وان شاء الله اللي جاي احسن بالنسبه لكل ان شاء الله ان شاء الله موجوده وتكملت المشوار ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. ايه السر في ملك التسعين يا عمده؟ يعني ايه قصه التسعينات دي معاك؟ انت واحد من اكتر الناس، يعني طبعا دي حاجه مشهوره جدا من النادي الاهلي، ومعروف انه لعيبه الاهلي دايما بتلعب لاخر ثانيه في المباراه، لكن انت يمكن اكتر حد سجل في ما بعد الدقيقه 90. ايه سر او ايه قصه الدقيقه 90؟ والله يمكن الموضوع ده معايا من وانا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي في منتخب الشباب. انا طول عمري بقول ان انا اقدر اسجل هدف في اول ثانيه، واقدر اسجل هدف في اخر ثانيه. فانا ما بحسبش ان الماتش 90 دي، انا بحسب الماتش من بدايه ما الحكم بيصفر لحد ما بيصفر نهايه المباراه. فطول ما في وقت متبقي انا عندي امل وعندي فرصه ان انا اقدر اسجل. هو شيء طبيعي ان وجودي في النادي الاهلي زود بالنسبه لي الاحساس ده، وزود بالنسبه لي الرغبه دي، وزود بالنسبه لي الهدف ده. لانك لما تكون بتلعب في فريق هو عنده القدره انه يسجل في اي لحظه، شيء طبيعي الامل بتاعك هيزيد والرغبه عندك هتزيد واليقين طول ما انت عندك يقين انك تقدر تنفذ حاجه وبتشتغل عليها ربنا هيكرمك. فده اللي انا كنت بعمله الصراحه، ان انا مركز لحد ما الحكم يصفر، ويمكن كان ربنا بيكرمني وبيحققها لي في الوقت الصعب والوقت الغالي، يعني عشان الهدف يبقى فرحته اغلى. بيبقى عندك احساس بالوقت وانت بتلعب، مركز في فكره الساعه وفاضل كام دقيقه، ولا مش باصص للحته دي؟ يعني بتبقى فاصل تركيزك تماما عنها. لا في بدايه المباراه انت ما بتركزش فيها، لكن أيوة. طبيعي لما المباراه بتقرب بتقرب على انتهائها، وبالذات لو النتيجه مش في صالحك بتبدا تركز مع الوقت، لكن في نفس الوقت ما ياخدش منك. يعني تركز مع الوقت انك تاخده عامل لصالحك، مش عامل ايجابي، مش عامل سلبي. ان لا فاضل خمس دقائق، لا ده خمس دقائق ده وقت طويل اقدر اسجل، ثلاث دقائق لا اقدر اسجل. غير لو انت حطيت الخمس دقائق بعامل سلبي، ان الخمس دقائق ده وقت قليل جدا مش هقدر اعمل حاجه، هتأثر عليك نفسيا. فيمكن يمكن كمان احنا كلعيبه مع بعض كنا بنتكلم حتى لو فاضل دقيقه هنكسب. حتى لو انت من جواك مقتنع ان الموضوع صعب، او عندك احساس او عندك شك ان الموضوع صعب، لكن لما تلاقي المجموعه كلها بتقول ان احنا هنكسب وهنسجل، فده بيرفع من روحك المعنويه ويحاول يخليك بقدر الامكان تشتغل لحد ما المباراه تنتهي. ويمكن ان ده يحصل بقى على ارض الواقع اكتر مره، فبيأكد من يقينك وبيأكد من تفكيرك وبيأكد من اقرارك ان انت لا حياه مره واثنين وثلاثه، لا اشتغل عليها عشان طول ما انت بتشتغل عليها هتتحقق. فده اللي حصل يعني. بالرغم انك بعدت عن الملاعب يا كابتن، الا انك دايما عامل ثوره على السوشيال ميديا مع جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي دايما اي كلمه بيقولها كابتن عماد متعب عن الفريق دايما اشعار، وقد ايه دايما خايف على الفريق وبيدافع عنه بكل قوه. بتشوف ده ازاي؟ حب الجماهير ليك يعني بيزيد تقريبا مع الوقت كمان. اقول لحضرتك حاجه، انا بالنسبه لي ربنا كرمني وكان شرف ليا وجودي في النادي الاهلي، وشرف كبير حكي. جدا ليا اللعب في النادي الاهلي، وان انا اكون مع يعني طرح كبير جدا زي النادي الاهلي. لكن الحاجه اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى خدتها في حياتي هو حب الناس وحب جمهور النادي الاهلي، ودي الحاجه اللي انا بسعى طول الوقت ان انا احافظ عليها وان انا ازودها ما اقللهاش. فان انا الاقي جمهور النادي الاهلي بيحب عماد، فدي حاجه هتخليني كل كلمه وكل نفس انا باخده
لازم اخد باله منه بشكل كبير جدا عشان ما ازعلش جمهور النادي الاهلي ولا ازعل واحد بس من جمهور النادي الاهلي. حتى لو ده حصل عن طريق الخطا بطلع واعتذر عليه، لان اكتر حاجه ممكن تضايقني وتتعبني ان انا الجمهور اللي قعدت عمري كله بخلص عشان يعني ابسطه واسعده ان حد منهم يكون زعلان. فاتمنى ان لو في يوم من الايام اي حاجه كانت حصلت مني واي حد من جمهور النادي الاهلي زعل مني بقول له ما تزعلش مني، لانها هتبقى عن غير قصد وغير متعمده. عماد، انت واحد من افضل واكثر المهاجمين تميزا، مش بس في النادي الاهلي ولا في مصر، يمكن على مستوى قاره افريقيا كلها. مين ومصر لغايه قريب الحقيقه كانت بتتكلم على، مش عايز اكبر الموضوع بس هي كانت بتقال ان في مش هقول ازمه مهاجمين بس كان في مشكله مهاجمين. مين اقرب حد من وجهه نظر كابتن عماد متعب النهارده لراس حربه مصر؟ وبتشوف احنا عندنا فعلا في مشكله في المركز ده ولا لا؟ يعني خلينا واقعيين، يعني في قله، مش هقول في مشكله بس في قله، يعني في قله من المهاجمين في الوقت الاخير ده بحكم كمان طريقه اللعب واسلوب اللعب الفتره الاخيره. ان اسلوب اللعب وطريقه اللعب الفتره الاخيره كان اغلب المهاجمين المدربين بيعتمدوا على 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 مهاجم واحد. لا بس معلش عماد، عشان برضه نحط الامور في نصابها السليم او الصحيح، انت في جيلك انت وانت بتلعب مصر كانت بتمتلك اكتر من راس حرب مميز. يعني انا على سبيل المثال لا الحصر، يعني انت كنت موجود، ميدو كان موجود، عمرو زكي كان موجود وغيرهم كمان، حتى كابتن حسام حسن لعب معاكوا وبلال طبعا وفي قبله خالد بيبو كمان. يعني فاقصد اقول كان في يعني نجوم كتير جدا. لما اجي اقول لك النهارده قول لي في مصر مثلا خمس اسماء، اعتقد انك ممكن انت دوليين منتخب، يعني ممكن يبقى في مشكله. عطل. يعني صراحه مش هقدر اقول لك خمس اسماء. طب ما فيش حد يا كابتن بتشوف ممكن يكون اسلوب لعبه او ستايل لعبه شبه كابتن عماد متعب؟ انا علشان اكون صريح، يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده، ان عمرو جمال في وقت من الاوقات بدايه ظهوره في النادي الاهلي واول سنتين ليه مع النادي الاهلي كان في شكل كبير مني، وكان في يعني كان لو كان كمل بنفس الشكل ونفس الاسلوب لولا طبعا حظ وحش الاصابه. ايوه لا كان وصل لمرحله كبيره جدا جدا وكان حقق حاجات كبيره، لكن حظ وحش الاصابه. في لعيب، في مهاجمين جيدين، هي الفكره كلها المشكله عندنا في الاستمراريه. بس انا دي وجهه نظري، يعني في مهاجمين جم في تاريخ مصر كتير جدا، لكن المشكله كلها في ان انا استمر عدد من السنوات بنفس المستوى نفس الاداء. ايوه ثاني حاجه المنافسه، حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان احنا على جيلنا كان في عمرو زكي وكان في كابتن حسام حسن وكان في زيدان وفي ميدو وفي عماد وفي احمد بلال وفي عبد الحليم علي وفي كابتن عبد الحليم علي طبعا وفي محمد فاروق وفي في ناس كتير جدا 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 موجوده، فيخليك طول الوقت طبعا غير في النادي الاهلي في فلافيو، يعني ده يخليك في النادي الاهلي طول الوقت في منافسه غير طبيعيه علشان بس تبقى موجود في الفرقه مش في التشكيل الاساسي. فلما بتاخد مكانك في التشكيل الاساسي بتحافظ عليه بقدر الامكان. دلوقتي مفهوم لقله المهاجمين، فالموضوع ان اللعيب اللي موجود بيريح خلاص، انا بقيت موجود فمرتاح، معلش اي ضغط، فده ممكن يكون بياخد منه بشكل ما. لكن اتمنى ان الفتره اللي جايه يبقى عندنا مهاجمين كبار، المهاجمين ان شاء الله يفيدوا النادي الاهلي ويفيدوا المنتخب ان شاء الله، لان ده احنا محتاجينه بشكل كبير ان شاء الله. يعني طول ما الاهلي بخير كره في مصر بخير، وبيتهيألي على مستوى المنتخب وده يهمنا جدا طبعا، اعتقد ان مصر جايه باذن الله ان شاء الله. يعني احنا عدينا بفترات كتير جدا صعبه بعد ما كنا وصلنا يعني لمستوى والجيل عظيم جدا. كلمه توجهها لجماهير نادي الاهلي واحنا بنحتفل معاك بعيد ميلادك النهارده. ساره عايز تقول حاجه بس بعد ما توجه الكلمه على طول. اقول لهم الف شكر على وقوفكم جنبي طول الوقت، والف شكر على وقوفكم جنب النادي الاهلي طول الوقت، وانتم السند الاول والرئيس بالنسبه لينا كلاعبين النادي الاهلي، ويعني من غيركم احنا فعلا ناقصنا حاجات كثيره جدا، وبوجودكم انتم مخلينا في احسن صوره واحسن مكانه. وان شاء الله ان شاء الله سواء اللي بطلوا كوره او اللي لسه في الملعب يحاولوا ان هم يسعدوكم طول الوقت وما يخذلكوش ابدا. انا عايزه كلمه بقى من حضرتك فعلا للعيبه النادي الاهلي قبل مباراه سيمبا التنزاني وعشان مشوار كمان العشره يا اهلي بقى. اقول لهم انتوا لعيبه رجاله واحنا بنفخر بيكم، وانا واحد وانا قاعد بتفرج عليكم انا بفخر بالجيل اللي موجود في الوقت الحالي، ومستنيين منكم اكتر واكتر، وطموحكم يتجدد طول الوقت. انتوا لعيبه حققتوا انجاز كان الجيل اللي قبلكم يعني بيتفاخر بيه انه خد ثالث العالم، فانتوا عملتوه يمكن في ناس اول موسم بيها وعملته، فاتمنى يبقى الطموح بيتجدد للسنه اللي جايه ان ناخد دوري ابطال افريقيا سوبر افريقيا واروح كاس العالم للانديه احقق انجاز اكبر.
اكيد ان شاء الله باذن الله هو موجود عندكم واحنا بنشرفكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفرحوا جمهور نادي الاهلي. عندنا ماتش هنا 7:30 تلحق تيجي يا كابتن عماد؟ يعني النهارده عيد ميلادي فانا هبقى كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك وعلى حبايبك كلهم. بشكرك شكرا جزيلا نجم النادي الاهلي طبعا ومصر كابتن عماد متعب.